في مشروب مهم قوي للناس اللي هي عايزه تدوب دهن قوي، عاوزه تدوب دهن جامد، فنجيب ليمونه بقشرها ونقطعها ونجيب معلقه كمون بقشره، كمون سليم، وكوبايتين ميه، ونغليهم 5 دقايق بالظبط، ليمونه بقشرها ومعلقه كمون سليم في كوبايتين ميه ونغليهم 5 دقايق، دي تتشرب على الريق. اوه مش عايز اقول لك ربع كيلو دهن بتسلكهم الاوعيه كل يوم. في ناس مشوا على الموضوع ده حبه ومعاهم التين والزيتون، التين والزيتون دي بقى قنبله، قنبله جامده، لانك انت بتجيب 3 حبات تين، وطبعا التين مال الدنيا دلوقتي اللي هو التين الناشف. بنقطع 3 حبات تين ونحطهم في ربع كوبايه زيت زيتون ونسيبهم من بالليل الصبح او من صبح الليل. وبعدين ناكل حتت التين بس ونسيب الزيت. وممكن احط فيه للمره الجايه. مش عايز اقول لك 3 4 ايام، يقضي على الامساك، يقضي على الام المفاصل. بيعدل الدنيا، بيعالج النقرس. الرسول عليه الصلاه والسلام اوصانا بالتين. وقال كلوا التين فانه من ثمار الجنه. هدايا ربانيه والله العظيم قولوها للناس. التجربه دي انقذت الاف المفاصل من القطع ومن التغيير. 3 حبات تين ناشف وقطعهم حتت صغيره، حطهم في ربع كوبايه زيت زيتون واسيبهم بليل الصبح 12 ساعه واخدهم كل يوم مره، اكل حتت التين واسيب الزيتون. في بعض الناس تقول لك انا مش قادر اكل، ندور على حاجه تانيه.